ضم إلينا من لندن موفدة تلفزيون دولة الكويت الزميلة فاطمة الكندري. فاطمة، حول أهمية زيارة سمو ولي العهد حفظه الله للمملكة المتحدة وفي ذلك مسار للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فاطمة، كيف تنظر الطبقة السياسية البريطانية لهذه الزيارة تعزيزا للتعاون، وكيف قرأت هذا المشهد من هناك؟ فاطمة. نعم، بالفعل بسام، بحفظ الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد المرافق له عاصمة المملكة المتحدة لندن، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. وتناولت الأوساط السياسية هذه الزيارة بالاحتفاء بهذا اللقاء والمباركة له، ومن المتوقع أن تجرى عدد من المباحثات التي تهدف طبعا بالتأكيد إلى تعزيز العلاقات المتينة والمميزة بين البلدين. الطبقة السياسية البريطانية تتطلع لهذه الزيارة ولمزيد من التعاون البناء بين البلدين، بما ينعكس بالطبع على تطور العلاقة ونهضة البلدين. ومن المرتقب أن يلتقي سموه غدا الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقر الرئاسة في 10 داون ستريت. فاطمة، سموه حفظه الله كما ذكرت سيرعى وسيحضر احتفالية ذكرى تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. هل لديك معلومات حول أجواء هذه الاحتفالية من حيث الاستعداد؟ وأيضا حدثينا حول أهمية المكتب في ميزان التعاون الكويتي البريطاني حاضرا ومستقبلا. فاطمة. نعم بسام، الاستعدادات قائمة على قدم وساق لهذا الحفل الكبير الذي يحتفي بمرور 70 عاما على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. هذا المكتب الذي له أهمية بالغة لكلا الطرفين، سواء للمملكة المتحدة أو لدولة الكويت. من المتوقع أن يجرى الحفل في الساعة 2:30 بتوقيت المملكة المتحدة في لانكستر هاوس، وسيقوم كلا الجانبين بإلقاء كلمات تحتفي بأهمية هذا المركز ودوره البارز ليس فقط في تعزيز العلاقات الاقتصادية وعلاقات الاستثمار بين البلدين، بل وأيضا تعزيز التعاون السياسي بينهما ورفعه إلى آفاق أرحب. فاطمة الكندري، موفدة تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك.